فقلت لهم والله الإنسان لما يشوف حاجة عندي واحد تكون كويسة هيستقبلها استقبالين، ينضح نفسه فيه، فإن كان حقود يقعد ينظر لها بالإيه؟ بالكراهية وإن مش عارف إيه ويحقد عليه، وإن كان مؤمن يقول لك يا سلام دي تعشقني في الجنة. إذا كان الحاجة ده هي البشر عملها للبشر، إما ربنا هيعمل لنا إيه في الآخرة؟ تبقى دي حاجة تعمل في الواحد إيه؟ يقول لك ولذلك ما رأيت نعيما عند أحد إلا زاد إيماني. بإيه؟ قال لك هذا ما أعدته بشر للبشر، فكيف بما أعده رب البشر للبشر؟ يبقى لازم ده حاجة. شوف النظرة بقى، دوك هينظر بحقد وده ينظر نظرة إيه؟ نظرة إيه؟ إيمان. واللي بينظر نظرة الحقد بيحرم نفسه من صبابة النعمة عند الغير به، لأن النعمة عند صاحبها لها صبابة وتعلق به، تتعلق به النعمة. ولذلك احنا قلنا زمان الرزق بتاع النعمة يعرف عنوانك، إنما أنت ما تعرفش عنوانه ويتمه جاي لك كده، طب خط يجي عليك كده. فإن فرحت بالنعمة عند إنسان ثق أن النعمة ستطرق بيتك، وإن كرهته طوبش ناحيتك. فعايز بقى خير الناس دي كلها يبقى في جيبك وعندك، حب النعمة عند الناس، تحب النعمة عند الناس تجيلك كلها لك، ليك انت لحدك، وما تتكلفش مؤونة إدارتها حتى، تجيلك لحدك كده، ولا تتكلف مؤونة ايه الإدارة ولا الصيانة ولا المش عارف ايه ولا فهمت.